محمد سلطان، عضو جمعية البحرين فن المعاصر، تقريبا ما يقارب 31 سنة من سنة 90 حتى الآن، حتى هاي اللحظة. طبعا احنا مجموعة فنانين مختلفين من البحرين ومن دول الخليج. طبعا كلنا اخوان قبل كل شيء. انا فنان متواضع، عملت الكثير من الاعمال الفنية المتنوعة من مختلف الخامات، سواء كانت مائية، زيتية، أكريليك وما إلى ذلك، مخلوطة، ميكس ميديا، وعملت الكثير من الورش الفنية تبع جهات رسمية في الفصول اللي هو الفصل الصيفي أو تبع اللي هو اللي هي الكورسات الخاصة وما شابه، يعني داخل وخارج البحرين. بالإضافة حصلت على عدة جوائز، طبعاً شاركت في بيناليهات برا، بينالي اللي هو الإسكندرية القاهرة، بينالي بنغلاديش، لمشاركات مع بعض الدول الخليج مثل عمان، السعودية، الكويت وما إلى ذلك من بعض الدول في الخليج. بالنسبة للبحرين، احنا بين فترة وفترة مجموعة فنانين نسوي يعني مجموعات ونسوي معارض فنية في عدة جاليريات. وبالنسبة للعمل هذا الفني هو ميكس ميديا، يمثل اللي هو من وحي الطبيعة أو بالأحرى من وحي الزهور. هذه وردة وكأنها تايهة في وسط الماء أو تايهة في وسط الرياح، فما لها حدود معينة، حتى الحدود مالها هذا قاعدة تتلاشى نهاية له البتلات مال الوردة قاعدة تتلاشى. يعني استخدمت في هني هذه التكنيك الكثافة اللونية اللي هو الزيتية مع الأكريليك، وهذه تحتاج إلى طرق معينة على أساس ينجح اللي هو العمل الفني هذا. استوحي أفكاري بعض الأحيان من الطبيعة أو من معاناة الإنسان نفسه، إذا كانت فيها شخصات أشخاص يعني إنسانية أو ما شابه، فأستوحيها من هذه، بالإضافة لقراءات الكثيرة عن اللي هو كتب النفس وما إلى ذلك من الكتب يعني اللي هي تعنى بالإنسان. والطبيعة أكثر شيء، لأن هي الطبيعة تعتبر المدرسة الكبرى أو أم المدارس بشكل عام.